السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المهم نكمل كما هنا نلقى الارقام 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000 كما سبق وذكرت لكم. واحد ما فيهاش صفر، هنا الوحدات، العشرات فيها صفر واحدة، المئات فيها صفرين مئة، الآلاف فيها تلت أصفار، وعشرة آلاف فيها أربعة أصفار، واحد اثنين ثلاثة أربعة، مئة ألف فيها خمسة أصفار، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ومليون فيها ستة أصفار، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. لما نكتب الأرقام نبدأ من اليسار، مثلاً ألف، نبدأ نكتب من اليسار إلى اليمين. ولما نقرأ، لما نكتب، ولما نقرأ نبدأ نقرأ من اليمين إلى اليسار، هكذا نقرأ. واحد اثنان ثلاثة، ثلاثة أصفار يعني ألف. نعطيكم رقم آخر، مثلا 400,000، لما نكتب بديت نكتب من اليسار هكذا 4,000,000. ولما نبدأ نقرأ نحسب، واحد اثنان ثلاثة نقطة، واحد اثنان ثلاثة هذه الثلاثة، واحد اثنان ثلاثة هذه ألف، ألف، وهذا الرقم 400، يعني 400,000. مثال آخر، مثلا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، كيف نقرأ هذا العدد؟ أحسب قدام فيه من رقم، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، هذا العدد ما نحسبوش، ما نقرأه فقط. هذا لو نعوض مثلا صفر 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 صفر، يعني هنا ندور في 100,000. وهذه الأعداد كيف نقرأها؟ نحسب واحد اثنان ثلاثة، أتوقف، هذه الأعداد وحدها وهذه وحدها، يعني نقرأ 123,000 لو كانوا هذا ثلاث أصفار، ألف، بما أن هذا العدد أصبح فيه عددين رقمين ثم ثلاثة أرقام، يعني 123,000 وأربع، هذه واحدة نقرأها، وأربعمائة وستة وخمسون. هل مفهوم؟ هل الدرس واضح أم أعيد؟ أنتقل عدد آخر، مثلا ماذا نقوله، مثلا واحد، نحسبه، نغير العدد، أكتب اثنان، واحد، ثلاثة، أربعة، ستة، سبعة، ثمانية، مثلا نحسب هذا العدد، هذا الرقم بده فيه واحد اثنان ثلاثة نقطة، نحسبه من اليمين إلى اليسار، نحسبه واحد اثنان ثلاثة ونديرو نقطة، واحد اثنان ثلاثة ونديرو نقطة، سمى هذا العدد اثنين، اثنين يتبعه بثلاثة، بستة أرقام. هذه الأرقام لو نعوضها بالصفر يعني يصبح الرقم اثنان متبعه بستة أصفار، وهي 2,000,000، مليونين. كيف يكتب هذا؟ نبدأ نكتبه فيه، بهجكم التطبيق واضح، نكتب لكم سواء مليونين أو 2,000,000، مثلا نكتب مليونين، أو 2,000,000،
باش يجيكم فقط شرح واضح. ناني مليون، هذا العدد قريناه، هذا صحيح عرفنا نقراو. ننتقل الى العدد اللي مورا. حسبنا 1 2 3، 1 2 3 هذا اصبح عدد اخر. هذا بما انه يتشكل من 3 ارقام يقرا مع بعض يصبح 100 100. هذا 100، علاش 100؟ باسكو هذا متكون من 3 فقط، هذا الرقم، وهادو مثلا نقولوا 0 يعني يعتبر اسمه 100، واحد متبوع برقمين يعني رانا في المئات. 134 متبوع بهادو 3000، هادو 3 ارقام يعني يصبح العدد 134,000. و 678. هذا العدد كذلك متكون من 3 ارقام، هذا هو الرقم تاع المئات، هذا الرقم متبوع برقمين لان المئات فيها صفرين، يعني 678. ونتوقف نقولوش 1000، عندنا حتى رقم يتبع ولا يقرا هكذا، 678. و 678. أرجو أن يكون الشرح واضح، أتمنى. سأغير ربما المثال، ننتقل إلى هذا المثال. هذا المثال كيف يقرأ؟ هذا المثال، هذا الرقم نحسب بنفس الطريقة، نبدأ نحسب من اليمين إلى اليسار حتى نقرأه كما نكتبه كما سبق وذكرت. نبدأ نكتبه من اليسار إلى اليمين كما نبدأ نقرأ العدد، نقرأه نبدأ نحسبه من اليمين إلى اليسار. 1 2 3 نقطة، 1 2 3 هذا متكون من 3 ارقام، وهذا من 3 ارقام، هذا من 3 ارقام ويتبع، وهذا ب3 ارقام، ونتوقف ما كان حتى حاجه هنا. كيف نقرا هذا الرقم؟ نقراه 340,000، فيه 3 ارقام يعني هنا 1000، يعني 340,000، وهذا متبوع ب3 ارقام نقراوه 1000. نقراو العدد الاول 1000، 340,000 هذه 1000، و 543. يعني هذا الرقم كذلك متكون من 3 ارقام. سأنتقل إلى مثال آخر، هذا مثال آخر. نبدأ نحسبه من اليمين إلى اليسار، 1 2 3 ونتوقف له نقطة باش نعرف نقراوه، و34. هذا 34 هذه تتبعها ب3 ارقام، هذه 3 ارقام، هذا 1000 في 3 اصفار، نحسبه هنا 3 ارقام تاع الصفر، ونقرأ العدد 34,000، 1000 34,000، وهذا الرقم متكون من 3 ارقام يعني رانا في المئات، يعني رقم يتبعه برقمين صفرين مثلا، و125. 34,000 و125، 34,000 و125. مثال آخر، 1 2 3 نقطة، نقرأ هذا يعتبر 1000، 3 أرقام يعني نقرأه 1000، هذا الرقم 3 تتبعه
ثلاثة أرقام، يقرأ 3000 وهذا الرقم نحسبه وحده، و400 هاي الرقم متبوع برقمين أو بصفرين، 3400. نفس المثال نحذف الصفر، 1 2 3 نقطة، ما كان حتى رقم، يعني هذا الرقم متبوع برقمين، يعني 340. أنا في المئات، 340. 340. 340. أنتقل إلى نفس المثال وأحذف الرقم الأخير 4. هنا في 34 أنا في 10، يعني الرقم، الرقم هذا واحد متبوع مثلا بالصفر. مثلا لو نغير هذا الرقم، يعني رقم آخر نعتبره مثلا صفر، 34. تمام، أنا في العشرات. لما نحذف 4 يصبح رقم 1 و1، أنا في الوحدات، وهكذا. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار اتركوه لي في تعليق، بهندلكم إن شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.